طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية من خلال شاشة الرافدين، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. قضية المنافذ الحدودية، مكتب القائد العام ومكتب رئيس الوزراء داخلين بقوة بالمنافذ. وشوف المنافذ، أنا اليوم رحت زرت المخدرات، لو شوف المخدرات يعني واحد يدق على رأسه. هاي المخدرات 16 مليون حبة تكفي لتخدير الشعب العراقي بأكمل. هاي المخدرات البلد راح ينتهي انتشار المخدرات، وخصوصا استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية، مثل ما جابوا داعش للمناطق السنية جابوا المخدرات للمناطق الشيعية، طلاب الإعدادية، طلاب الجامعات، المناطق الفقيرة مدينة الصدر وغيرها، ويطوها ببلاش. سمعنا قلق المساجات وهم تغطى عليها بعض الجهات وتحكي باسم هذا الجهة وباسم هذا الفصيل، وروح هاي بالكرات هسه التقريب، وروح افتر وشوف شنو لحاية ومحابس وسبح واقفين بباب المساجات، والمساجات بيها مخدرات وبيها موبقات وتدري دعم وفلوس جهات متنفذه. ثقت وشنو بس على اعرف على مستوى قيادات كبيره بالبلد، عسكريه لو سياسيه؟ لا سياسيه. من اقول لك فلان شخص فلان مسؤول ده يجيب بسياراته سياراته مظلله ويجيب من الحدود ويعبر بكميات عاليه ويوزع. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول موضوع وباء الحمى النزفية الذي يعني قبل يومين تصاعدت الأنباء حول انتشاره في بعض مناطق العراق وخاصة في مدينة الديوانية. يعني وزارة الصحة أكدت يوم أمس الثلاثاء بأن الحمى النزفية أو النزيفية لا يوجد لها علاج، لا يوجد لها علاج، فيما أشارت إلى أن من بين الأعراض هو ارتفاع في درجات الحرارة والتقيؤ. والمتحدث باسم الوزارة سيف بدر قال في حديث لعدد من وسائل الإعلام بأنه تم الإعلان بشكل رسمي عن وجود حالتين مصابتين بالحمى النزيفية في محافظة الديوانية بعد التأكد من إصابتهما من خلال المختبر الصحة، مختبر التابع لوزارة الصحة المركزي العام، وتم إدخالهما إلى المستشفى. أشار إلى أن أحد هاتين الحالتين توفيت. أضاف بدر بأن المرض يعتبر من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل من حامل المرض الذي يكون هو الحيوان كالدواجن والقوارض والماشية. وأكد أنه لا يوجد علاج فعال ومباشر لغاية الآن في العراق أو حتى في باقي دول العالم كما يقول. شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على ضرورة لبس أو ارتداء القفازات لمربي الدواجن والمواشي باعتبار أن هذا المرض يعتبر من الأمراض المعدية بمجرد الملامسة، وبين أن من أهم أعراض المرض هو ارتفاع في درجات الحرارة والشعور بالإرهاق والتعرق والتقيؤ والإسهال. والحمى النزيفية الفيروسية مرض يصيب الحيوانات بصورة رئيسية، إلا أنه يسبب أحيانا أمراضا للبشر، وهو مرض شديد لكل من الحيوانات والبشر، ويؤدي إلى اعتلالات شديدة ومن ثم الوفاة، وغالبا ما تؤدي وفاة المواشي المصابة بحمى الوادي المتصدع إلى خسائر اقتصادية كبيرة. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع المهم والخطير والذي يهدد صحة المواطن العراقي. معنا اتصال سعد من ميسان، تفضل سعد. هلا. نعم سعد. أنا أشكرك أستاذ عمر. حياك الله يا حبيبي. بالنسبة لهذا المرض الجديد، هذا المرض الجديد. نعم. هو الآن مستشري في كل المناطق، لكنه الآن ثبتوه في الديوانية نتيجة درجة الحرارة، نتيجة البيئة، نتيجة الماء القذر، نتيجة العدم متابعة من الصحة. ثم هم أكدوا أنه هذا المرض النزيفي يفترض عليهم
أن يعالجوا يعلون أمام العالم كحالة حالة نفسية يقولوا والله ما عندنا علاج إلى هذا المرض. يعني دولة يعني تا كل الإمكانيات تقول للمواطن وتقول للرأي العام بأنه لا يوجد علاج لهذا المرض. يا أخي دولتي إيش هاي دولتي إيش؟ طبعا نتيجة الحرارة درجة الحرارة نتيجة درجة التلوث البيئي الإنسان بالتماس مع الحيوانات يعني حياة مزرية تماما حياة دمرتنا يا أخي. والدولة الآن تنظر بعين الاستهزاء وعدم المتابعة والدقة من الصحة. يعني أنا أشاهد بالتلفزيون الأخوة الصحيين بدأوا يتابعون هذه المرض ويعلن أمام العالم بدون علاج ما عندنا علاج لهذه المرض وهي المشكلة الشديرة. زين برأيك وين الطب البيطري إذا هو ينتقل بحسب وزارة الصحة من الحيوانات إلى 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 البشر، وين الطب البيطري التابع لوزارة إن كان الصحة أو الزراعة، وين التدقيق وفحص المواشي المستوردة من الخارج؟ يعني بحسب مسؤولين ومواطنين يقول لك المواشي اللي تم استيرادها من خارج البلد هي كانت السبب الرئيسي في نقل هذا المرض الحمى النزيفية. استاذ عمر لطفا خلينا ننتبه الى موضوع دقيق. نعم. وهو انه دول الناس اللي عندهم اختصاص بالبيطره طب البيطره هذول مجرد ياخذون رواتب ما يتابعون لانه ماكو شيء انتاج. يعني واحد المره يجينا من الدواجن يجينا من الحيوانات يعني من الابقار من الجاموس. هو وين اكو مستوصف صحي بيطري يتألم على بلده يتألم على ثروته الحيوانية؟ ماكو شيء برنامج عمل انه الناس الاختصاصي يهتمون. مجرد يجي راس الشهر ياخذ راتبه وبدليل خلي ينتظر العراقيين. هناك هواي امراض يا سيد العزيز، هناك هواي امراض قاعد تفتك ببلدنا وبمواطنينا. والدولة الان بمعزل عن متابعة هذا الامر، وهو هذا يعلمنا جميعا ويعلم أطفالنا وجيلنا ومستقبلنا يا أستاذ عمر. وأنا أتمنى كملاحظة أتمنى من الحكومة من وزارة الصحة البيطرة من الاختصاصيين أن يتابعون هذا المرض ويجدون له علاج، وإذا ما يعرفون العلاج ينتخون من الدول المجاورة أكيد عندهم خبرة عندهم معرفة. الدول اللي هي فعلا تحب الشعب العراقي مو اللي تأذي الشعب العراقي مو اللي هي تحتدي على أمواله وعلى ممتلكاته. نعم. وشكراً عيني. شكراً سعد. أشكرك سعد من ميسان كان معنا اتصال آخر أبو فهد من الطارمية. تفضل أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام عليك وحي قناة الرافدين وحي الكادر قناة الرافدين على طول. حياك والله الله. والله هذا شاهد عيان صديق عندي من الديوانية. شاهد قال بس من الرمادي بس من حيوان من الرمادي جابوا هاي الغنم والابقار التريلات هذا مرض وباء اهل السنه عليهم اللي اخذوا حلالهم واخذوا اموالهم والله ما يفيد ذهن. اذا تجي امريكا بنفسهم ما تعالجهم. هاي كل الحيوانات مال السنه اخذوها مال السنه هاي الحيوانات. واحد قلت لك والله قال التريلات حملوا وجابوا أقنام وأبقار ذني مالات داعش، لأن داعش من الحدود جاب وياهم أبقار وغنم جاب وكل شيء جابوا وياهم. هذني كلها أموال السنة والله ما يفيد بها كل علاج. والله شوف الله ذب عليهم المخدرات أبو وإن أبو شاء فهد. الله ينتهون وكل أعوج إن شاء الله ينتهي. أبو فهد يعني هذا المرض إذا انتشر ما يعرف ترى لا سني ولا شيعي ولا كردي، هذا يعني ينتشر على كل العراقيين يؤذي كل مواطن. فالشماتة بهذا الموضوع يعني غير معقولة وغير مقبولة. أنت برأيك وين دور وزارة الصحة عن هذا المرض وأمراض أخرى؟ طبعا يعني مع الأسف أنه كل فترة يطلع مرض في العراق ووباء تقريبا انقرض هو الآن يعاد من جديد، مثلا الكوليرا اليوم الحمى النزيفية أمراض أخرى حبة بغداد إلى آخره.
انت برايك وين دور وزاره الصحه من هذا الموضوع؟ وين اكو دورته؟ وين صحه؟ وين اكو شو اسمه؟ بالبصره دا يشلعون البساتين، النخيل دا يشلعونها. يا صحه يا استاذ، يا صحه تساكنون عليها بالعراق. بالعراق انتهى، العراق انتهى، كل شيء ما بقى، كل شيء ما بقى، لا صحه لا زراعه لا. انت ما شفت البساتين؟ والله شنو ابو جوا دا يشلعون بيها وراعيها دا يمشي عليها. مو عمي هذا حب العالم، هاي حب العالم. ثقوا 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 بعد، حتى الله نسوه، قالوا ماكو الله ونسوه، وقاموا يصرفون هالتصرف هذا، والله جاب علينا هاي الابواء. والله لا امريكا ولا غير امريكا تقدر توخر هذا المرض. هذا مرض ربك جابه، لان ثقوا. نعم. كل واحد يبقى هو هذا، ربك يعاقبه. نعم، أبو فهد من الطارمية كان معنا. نأخذ تصريح لوزارة الصحة حول مرض الحمى النزفية للدكتور صباح مسلم، وهو مدير مركز الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة. الحمى النزفية من الأمراض الفيروسية التي تصيب الإنسان، وينتقل هذا الفيروس من الحيوانات الحاملة لهذا الفيروس، والتي تشمل الأبقار والماعز والأغنام والتي تعيش في جميع القرى. ينتقل هذا الفيروس من هذه الحيوانات التي تعتبر خازن لهذا الفيروس، ينتقل إلى الإنسان عن طريق القراد الموجود على جلود هذه الحيوانات. يقوم هذا القراد بنقل وسط ناقل للفيروس من الحيوانات الحاملة لهذا الفيروس إلى الإنسان عن طريق اللسع، إضافة إلى انتقال هذا الفيروس كوسيلة أخرى للإنسان عن طريق الاحتكاك المباشر مع السوائل الحيوان، الإفرازات، الدم، مع وجود خدوش في جسم الإنسان. ينتقل هذا الفيروس كانتقال الثاني من نتيجة ذبح الحيوان، ويصيب الإنسان بأعراض مرضية. فترة حضانة المرض من يوم واحد لغاية معدل 14 يوم، وأحيانا من يومين إلى 5 أيام. تظهر الأعراض بالبداية أعراض عامة تشمل ارتفاع في درجة حرارة الجسم مع نحول عام وغثيان وتقيؤ وآلام عامة في مختلف أنحاء الجسم، وبعد 4 إلى 5 أيام تظهر الحبوب أو العلامات النزف تحت الجلد، أو علامات النزف من أماكن زرق الأبر، وعلامات النزف من الأنف والفم. وتشخص الحالة المرضية عن طريق أخذ عينات من المريض بفحوصات مختبرية عن طريق فحوصات الإلايزا وفحوصات البي سي آر. نعم، هذا تصريح مدير مركز الأمراض الانتقالية الدكتور صباح مسلم. معنا اتصال ابو خالد من قطر، تفضل ابو خالد. الو، السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. كل عام وانت بخير اخي العزيز. انت بخير، الله يسلمك اخي العزيز. بعد سقوط بغداد، بعد احتلال بغداد للامانه، احتلال العراق، احتلال امريكي معروف، احتلال ايراني، احتلال هذول اجوا مع الامريكي، يعني كلهم محتلين. نعم. انا كنت ساكن بابو ظبي مع واحد من السماوه عراقي شيعي للامانه، وابو شيخ بالعراق، يقول لي، يحكي لي قصه بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب، يقول لك صارت الغنم عندنا تلد، من تلد الطلي تبعها يركض، يظل يركض الا يموت، واذا مسكته يموت من اثار الحرب. اخي العزيز، هاي الامراض من اثار الحروب، هاي اللي نزلت من اثار الحروب. لا في معالجات، لا في تنظيف شوارع، لا في تنظيف انقاض، كل المدن وسخ، ما في اي شيء. فالحل بالعراق حاليا اللي اشوفه انا كعربي زين، هذولا حراميه باقوا سوريا وباقوا الكويت سابقا، وقاعد يبقون من العراق ودمروا اخي العزيز. شوف تركيا ما فيها بترول، دوله متقدمه من احسن الدول، حتى من احسن من الدول الاوروبيه، صناعه واكل وحديد. شنو في بالعراق حاليا؟ هذولا عصابه، كل واحد رئيس حزب عصابه، لا عنده شهاده، كلهم اميين عصابات قاعد يبقون. فما في حل الا انا الحل اللي نشوفه انه الشعب العراقي يقوم قومه رجل واحد، بدون الكلام عن اي صفه ثانيه، سواء كان شيعي، كردي، تركماني، مسيحي، هندي، يقومون قومه رجل واحد ويخلصون من هذول. العراق اخي العزيز غني، غني بترول وغني سمك وغني ثروه. امريكا شالت طائرات
دولارات من العراق، وباقه النفط العراقي قاعده تبوق حاليا. النفط العراقي وين النفط العراقي؟ ايران غنم ايران مرضانه للعلم، الخليج هنا غنم ايران مرضانه، المواد الايرانيه كلها مواد متممه، وهذول هذه ملتهم الشكل، يصدرون شيء الا يغشونه. نعم. فهذه اجتكم من ايران، الامراض هاي من ايران، واللي قاعد يحصل والبوق اللي يتكلم عنه الاخ العراقي باقه وسوريا حاليا مناطقنا كل باقه، في دير الزور والبوكمال كلهم داخلين للنظام السوري، النظام السوري يبوق والحشد العراقي يبوق والايراني يبوق وكلها تبوق. نعم. ابو خالد من قطر كان معنا، معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك واحيي المقيمين على هاي القناه. الله محييك. واحيي الاخوين اللي من الطارميه ومن البصره والاخ الشقيق من قطر. وكلام الاخ من الطارميه بينوع حقه، يعني حقه، انا شفت بعيني يعني الطيلة الشبيل اللي احنا ما نريد نشمت حقه، يعني هو تعبان ومتعدي وحقه، وسوى ما سوى بالطارميه كل حقه. انا كشيعي وابن كربلاء ما اريد هذا سني وشيعي، وانا ما اريد نشمت، وانا نعم. الله يقول ولا تحسب ان الله غاض عما يعمل الظالمون. أنا شفت بعيني، بس الهايشة اللي نتكلم بلهجتنا العراقية، الهايشة اللي تسوي 3-4 ملايين يطوها بكارت أبو 10 دولارات والطلي بخمس دولارات، وذولاك هايشة المناطق طيبة والله، ناس طيبين، أهل السماوة والرميتة والبيئة البقرناك والديوانية، المهم تخفيض الأحزاب، اللي يجي هذا المعمم يفتيله بحلال أخذ هذه المواد، بس هذا هم جانب. حبيبي الأستاذ عمر، مو بس من المرض، مو بس من الحيوان. نعم. أنا فد مرة ردت آخذ فد حيوان عجبني حلو، رحت السوق الغزل البغداد وردت أجيبه لفد دولة، صدق قالوا لي لازم يبقى شهر على الحدود وناخذ منه تحليل حتى يدخل. أما نعم. الاستيراد من إيران كان العجل، وكان بعيني شفت، أو الطليان ويمدون، يعني مو بس هيجي عندك المعلبات تاريخها منتهي. نعم. عندك الخضر بها ما شاء الله أمراض. إحنا لحد الآن الضربات الأمريكية اللي فيها يورانيوم منظم لحد الآن أراضينا تعبانة. عندك مو بس الإنسان المريض، عندك النخيل ما مرض الدابوس. عندنا الأزمة اللي نسميها حتى يسموها مصطلح الصدفية. عندك عندك يعني الامراض اللي قاعد تجي اللي يجيبوها كان من سوريا والاكثر شيء من ايران، نحن نراقب. واكو فد شيء هاي المواد المخدره بالخصوص التزريخ، اكو مستشفيات اللي تروح مدينه الطيب او رحت للديوانيه شفت، وانا رحت حتى للسماوه للرميزه قبل يعني مده من الزمن، ورحت للعماره بالدقيق بحي المهندسين شفت فد امراض يسموها امراض جلديه عجيبه، انا قبل نسميها حصوه ما اعرف شنو، هاي تختلف تطلع تكبر تنفجر. عندنا الامراض اللي تصيب المعده مو طبيعيه قاعد الناس تموت، عندنا امراض اللي جاي تصيب القولون، عندنا الحالات النفسيه اللي هسه تعاني المستشفيات، احنا عندنا الانتحار بالخصوص بالديوانيه بذي قار، وعندنا بالسماوه عندنا الاستعارات بين وناس مو طبيعيين. العفو. نعم زين ابو علي، لا العفو انا يعني قحيت ابو علي. هسه بالنسبه لهذا الوباء هذا الفيروس، يعني مثل ما تكلمنا قبل قليل، يعني مع الاسف ويعني والله شيء يبعث عن الحزن، يعني كل شهر دا يطلع فيروس وباء بالعراق ودا ينتقل بين الاشخاص، يعني هذا المرض يعني ما معقول انه وزاره الصحه الطب البيطري تابع لها وتابع لوزاره الزراعه التدقيق والسيطره النوعيه على الحدود، يعني الوضع اصبح لا يحتمل، يعني يوميا طالع وباء ومرض بالعراق، وين دور هذه الوزارات؟ واليوم يقول لك وزاره الصحه يقول لك هذا علاج، هذا ما له علاج بالعراق، حتى يقول ما موجود بدول العالم كما يقول سيف بدر متحدث باسم وزارة الصحة. استاذ عمر. نعم. الو تسمعني؟ اسمعك. استاذ عمر، اهم شيء المي نظيف ما عندهم الناس. نعم. انا رحت منطقة يمكن احياء منطقة اسمها بالديوان اسمها الشنافية. نعم.
رحت مناطق بعيدة والله العظيم ما عندهم مي. يعني مع احتراماتي هنا مسوي البير، هنا مسوي البير مال 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 ساتتك بالمصطلح مالنا، وهنا مسوي البير اللي يشرب من عنده. نعم. هاي مشكلة. اثنين باق هواية. أنا ذكر في زمان كان عندنا 20 دجاجة شفنا واحدة مريضة، رحنا للبيطرة والله ودونا ويانا ما أعرف معاون صحي أو دكتور، وقال هاي هذا كله لازم تخلينه وهذا دواء ودارعين. المسألة ما عندنا حب لهذا الوطن. نعم. حتى هاي عسى هاي المشكلة اللي قاعد تقتل البشر صدقني باكر يخلطون فيها الملايين مع احتراماتي. يعني هم مأساة يكيبون عليها. نعم. العلاج وين العلاج يا أخوان؟ العلاج هاي الدولة لازم تروح، هاي الدولة ما تفيدنا، هي هاي متهتهم للإنسان، متهتهم الإنسان. لا تشذي هاي سنة وشيعة وما أعرف شو، ما تحترم الإنسان العراقي، ما تحترم البشر. بعدين والله كل عوائلهم خارج العراق يا جماعة الخير. نعم. أنا والبارحة واحد بتشرم بالبصرة اسمه بعد الله يقول أنا العراق عراقي ومحروق قلبي عليه. ليش إحنا ما عندنا هالشيء؟ ليش ما عندنا فلوس؟ ما كانت عندنا خزينة انفجارية استاذ عمر؟ نعم. العربين إلى متى يا هيج نصفق له؟ نفس هالمناطق اللي بيها مرض لما صاروا ايش كم واحد يعني من حقوق الانسان وسموهم علمانيين وسموهم كفره وهددوهم ما خلوهم. هذول كادر، هذول الانسانيين ما يفيدون. هذا طائفي، هذا ما يعرف شنو يدير الدوله. وانا اشكرك عمي الله يستر عليك. اشكرك ابو علي من كربلاء. كان معنا اتصال ابو ياسر من اسطنبول. تفضل ابو ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر كل ضيوفك مستمعين. حياك الله يا أهلا بك. طبعا هذا يعني وباء جديد بينزل مع الأسف على يعني شعبنا النظيف النزيه للأسف الشديد. هذا المرض ما نحمه يعني أنا من خلال طلاعي في الإنترنت خلال قناة برنامج مالتك وظهر سلطنة عمان، لكن يعني مو ذاك الوباء اللي ينهي البشرية بالعراق. إحنا بالعراق أخي العزيز ما عندنا اهتمام بالبشر، هل يكون عندنا اهتمام بالحيوان؟ أكيد يعني البشر مفوق على الحيوان. الجو مال العراق الوضع التعبان كل النواحي، حتى الطبيعة هم نتصور أنه غاضب عليه. أخي العزيز الوضع العراقي إحنا كعراقيين واحد يحكيها صراحة ما نقدر نغيرها. أثبتنا من خلال آخر 50 سنة إحنا شعب ما نقدر نغير. ناس خوش، ناس فقرة، ناس ما نحب نأذي أحد. فلذلك يجي واحد مع الأسف الشديد أن واحد هو اللي يقودنا ويسببنا هذا. اليوم العراق وحدة يا أما تكون خاضع إلى أمريكا يا أما تكون خاضع إلى إيران، لا ثالث لهم بعد الله. فإذا تريد خاضع لإيران أكو عندنا خاضع إيران، تريد خاضع لأمريكا خاضع لأمريكا. أما يجي عراق اليوم نقشمر نفسنا ونقنع نفسنا بأنه إحنا راح نحرر بلدنا والصبر جميل. هو خيار العراق مع احترام الطيبين الباقي، خيار العراق ما بقوا، خيار العراق تركوا العراق. البلد يعني الشعب الوحيد اللي ما يعب العراق هم العراقيين صدق، مثل ما صدق قسم الأخوان ما بقت عندنا وطنية، والوطنية ترى من قبل السقوط ما عندنا وهالسحابين. فأني أنا وجهة نظري هذا وباء وبداية أوكي ماشي. إحنا طبعا الشعب مسؤول، يعني أنا أرجو هاي يعني لا يناقش يعني عليها يعني إثنان. زين أبو ياسر ماشي شوي مجال أنا متعلق. لا وياك أنا باقي وياك، أنا باقي وياك. نعم. زين إحنا هم نرجع ونقول دور الحكومة بكافة وزاراتها، كل وزارة تتحمل إن كان في موضوع الخدمات أو الصحة أو التعليم أو إلى آخره. اليوم هم مسؤولية وزارة الصحة، يعني إحنا كل شهر ما شاء الله كل شهرين ده يطلع مرض وفيروس ووباء وده يقتل يعني عدد من المواطنين الأبرياء، وماكو أي وقاية. هسه ماشي هو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف بدر يقول لك ماكو علاج هذا إلا بالعراق ولا حتى بدول العالم كما يقول. زين وقاية؟ ماكو وقاية، ماكو يعني سيطرة نوعية، ماكو طب بيطري يفحص المواشي اللي جاية من برا، يذهب الى القرى الى الارياف الى اخره. مسؤوليه هالوزارات يعني كانها وزارات مثل ما تفضل احد المتصلين يقول لك الجماعه بس ياخذوا الرواتب وها هي. صحيح، هم الجماعه فقط ياخذون رواتب بكل مفاصل الدوله، يعني مو فقط يعني تسجل استيراد شنو تدفع كم فلس تدخل بضاعتك. نعم. المقابل عنا وياك صدقني اول ما يحكي له رئيس الوزراء ما فوت بضاعتك.
دوج رئيس الوزراء ما مش معاملتك. الدولة ما بيها حكومات. الدولة ما بيها حكومة. الدولة اللي ما بيها حكومة حاشانة وحاشاك وحاشان كالعائلة اللي ما عندها عرب. وأنا أقول لك إياها والله يعني يا أخي إحنا عراقيين يعني بنقشمر نفسنا. فمن تقول وين الدولة؟ هي وين الدولة؟ الدولة ما موجودة عندنا. يعني أكو واحد متوهم، هل يجي الأجنبي؟ هل يجي الأجنبي يرمم بلدك؟ اللي يرمم البلد هو أنا وأنت. نفوس الناس أنا شنو بالعراق؟ نفوس الناس متغيرة. سمعت لك فيديو هسه أنت حضرتك عراق. سمعت لك فيديو واحد عراقي جاب لك خبر مصرح. أنجز المشروع الفلاني، فلان تزوج، فلان جاب كلها مات فلان. والله العظيم قبل ما أدخل هسه البرنامج مالك إجاني تليفون من بغداد. بلا زحمة عليك أبو ياسر عندنا واحد مريض ومحتاج. ألف رحمة على أهلك روح. هذا اللي سمعنا. بعدين أرجع أحكي العجيب. الرباط أولا الفيروس ما إله علاج. الفيروس ياخذ حقه ويطلع. وهذا المرض هو ظهر سنة 2014 خلال ما خرج. ظهرت سلطنة عمان حالتين وطفت والنقل مثل ما تفضل به الأخ الدكتور هو ينقل عن طريق القراد اللي يصير على جسم الحيوان وما عندنا مي. يعني أهل الجنوب هم والحيوان يشبحوا سوا. زين وإذا ما عنده مي فأكيد يتنقل هذا الشيء. أنا من خلال برنامجي أنطي خبر يا إخوان خلونا نخضع إلى أمريكا. إحنا البلد محتاج من قبل إيران. لا واحد يخدع نفسه. البلد حتى الصور الرؤساء الإيرانيين خميني خامنئي وحتى الحلفان أخوي حتى الحلفان ألف رحمة عليه يحلف بالعلي عمي حتى الحلفان وخميني. يعني ما يعني حلفان ما بقى واحد يقول وعلي وحسين لا وخميني. انت هذا انت بلد ايران انا رحت زرت طهران 2005 الشوارع مالتهم مليانه باسماء كانوا يقول شهداء هم الله يرحمهم. هذا ما انسان انا يعني اليوم من هذا الباب كلنا تشربنا كلنا تبهدلنا استعين بالامريكي عمي على الأقل أعرف هذا أول تالي يريد مصالح أعطيه مصالح وفضة. نعم أبو ياسر مثل ما هذه الدول الخليجية تشغل وياه. أبو يعني ياسر من إسطنبول أنا أشكرك أبو ياسر من إسطنبول كان معنا. قبل ما نروح للفاصل يعني أبرز النقاط اللي أشارها مدير مركز الأمراض الانتقالية قال بأن هذا الفيروس ينتقل من خلال الاقتراب من الحيوانات أو من خلال ذبح هذه الحيوانات يعني انتقال من خلال الأكل هذه اللحوم إذا كان الماشية مصابة. الأعراض قال ارتفاع في درجات الحرارة ونحول وتقيؤ ونزف تحت الجلد وبعد ذلك يؤدي إلى نزف خارجي من خلال الفم. نسأل الله أن يبعد هذا المرض وكافة الأمراض عن شعبنا العراقي. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه. تفضل ابو عمر. السلام عليكم استاذ عمر وعلى كافه قناه الرافدين. حياك الله استاذ عمر. بصراحه قبل كم يوم كان عندك موضوع حول المياه. نعم. قله المياه وانحسار نهر دجله. فانا لو قلت لك هي بقت على الماء انت زعلت صراحه. يعني ما كان لا ما زعلت ثاني لا يعني ما كانت قلبك شوي قلت لا الماء هو الحياه هو هذا. احنا عندنا اكو مثل بالعربي يقول الماء يرب جزه يرب جزه وخروف. فهذولا ما قصروا بصراحه. صحيح هي الامراض اللهم لا سماته لكن انت شفت من يوم 2014 هذول النازحين معسكرات الاعتقال مراكز النازحين شفت واحد من عندهم من محافظه من عندهم زعل قال خطيه هذول ناس محايدين خرجوا انهزموا من داعش وانهزموا من شاعش التحالف الشيعي اللي لعب هاي التنفيذيه وسواها براس الناس. سمعت واحد من عندهم طلع حجه
سمعت مظاهرة بالله عليك إذا كنا ما عندهم أمراض بالمخيمات، أمراض جلدية وأمراض نفسية، بس علم الله. نعم علم الله، كل علم الله. شوف أنت هسه أستاذ عمر، أنت آلاف مئات الآلاف رح توصل للملايين، القرى والأرياف هاي بالجنوب وبالوسط كلها تنزح إلى الأقضية والمدن، حتى أهل القضاء رح ينزحون. نعم. يعني رح يصير زحام على المياه، رح يصير زخم على الكهرباء، على الاقتصاد، على المعيشة، على المستشفيات اللي فارغة ما بيها أدوية، هاي كلها راح تأثر عليهم وراح يدمرون بعد أكثر وأكثر. أنت عاني هذا اللي يعني دوّقه، أنا مو شماتة اليوم، لا والله. أبو عمر بس خليها نقطة ببالك، إحنا يعني حتى نظل في صلب الموضوع، ترى هاي الأمراض ما موجودة بس بالمحافظات الجنوبية، يعني أكو أمراض سرطانية موجودة بالفلوجة وغير الفلوجة وفي الرمادي، في بغداد، في غير أماكن. يعني إحنا أوكي مثلا ظهر في منطقة معينة، ولكن هناك أوبئة وأمراض منتشرة في جميع أنحاء العراق مع الأسف. هذول اللي تقول عليهم الأمراض السرطانية بالفلوجة هذول لهم رب العالمين، لكن هم عندهم مرجعية وعندهم حكومة مليارات الدولارات جوا ايديهم. انت سمعت واحد من اهل السنة هذول اللي يسمون نفسهم اهل السنة حكم وجوا ايديهم مليارات على مود يصرف صرف على اهل السنة، حتى الفلوس اللي انطوها اهل السنة باقوها جين هذول المحسوبين على اهل السنة مو سنة، هذول سنتهم هم مو سنة الله ورسوله. استاذ عمر انت هذه راح يوم بعد يوم تزداد، يوم بعد يوم المأساة. اما من يقول لك التغيير بالقوة فهذا متوهم، التغيير ما يصير بالقوة مستحيل. ليش؟ لانه كلهم ولدهم تلقاهم بالجيش وبالشرطة وبالميليشيات 900% مو 99.9% 100%، فيقولوا لهم ولدكم يلنا تستفتحون حالكم يشيلون السلاح ترى انتج ولدكم يقتلوكم، جين هم اللي يحموهم ولدهم، هم ولدهم يحموهم، مو مسلم يحميهم لا ولا كرد يحميهم، هم ولدهم يحموهم وهم ولدهم يقتلون آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم، يدزون أبو الناصرية على البصرة، أبو العمارة على السماوة، أبو السماوة على النجف وكربلة، أخاف تسووها بالباسم ترى يذبحوكم والله، والله يملخوكم تملخ. طبعا أنا أقول لك شيء واحد معلومة أستاذ بالله العظيم، هاي وصلتني البارحة بالليل أنا كنت أتحدث ويا واحد، قالوا إذا تسمعني. نعم أسمعك. أستاذ يقول آلاف مؤلفة من الميليشيات الشيعية الإيرانية متحضرة في حالة حدوث حرب أهلية، حرب شيعية، يقول لك حرب شوارع قسما بذات الله، يقول متحضرين يدخلون للعراق. نعم. بحجة حماية القبور الشيعية المقدسة، شلون دخلوا السوري على أساس يحمون قبر زينب؟ وكله كذب بكذب، قبر زينب ما موجود بدير الزور، قبر زينب ما موجود بحلب. نعم. قبر زينب ما موجود بدرعة. نعم. فهذول فهاي الحجة راح يدخلون ومستعدين يدمرون الأول والثاني بالقرآن، حتى أسلحتهم جاهزة وحاضرة وداخلين بمرحلة الذار. نعم. إذا ما سووها حسب ما نريده إحنا مثل ما تريده إيران وأتباع إيران ترى ندمركم وندمر الأول والثاني. نعم. أبو عمر بن سليمان يكرم معنا، شكرا لك. يعني دائما نشير إلى نقطة بأن المتصل هو يعبر عن رأيه، وإحنا ما نتبنى هذه الآراء، إحنا نعرضها عبر شاشة الرافدين، الشماتة والتجاوز غير مسموح به أبدا. هو مثلا المتصل يطرح الموضوع من منظوره، إحنا نقول له بأنه إن كان هذا الوباء أو هذه المشكلة هذه تصيب مواطن عراقي بغض النظر عن انتمائه، بغض النظر عن محافظته، هذا الأمر غير مقبول. أرجو من المتصل أن يعي هذا الأمر. ننتقل إلى موضوع آخر ومهم، وهو معروف أنه قبل أيام تم اختطاف سنة وشيعة، يعني خلونا نتكلم بهذه اللغة، سنة وشيعة على يد تنظيم داعش على طريق بغداد كركوك. اليوم مركز الإعلام الأمني نفى إعلان ميليشيا الحشد تحريرها للرهائن الستة الذين تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش على طريق بغداد كركوك، ومعروف بأنه وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحشد. أعلنت بأن جهاز مكافحة الإرهاب حرر المختطفين في كركوك بالتعاون مع ميليشيا سرايا السلام. طبعا ذو المخطوفين نفوا هذه الأخبار، وناخذ مقتطف حول هذا الموضوع. اخوانا
أنا ابن عم المخطوف وليد قشاوي تاري، وهذه فرح بنت يمي، وحبيت أنوه على الشغلة اللي صارت البارحة. ليلة أمس جتنا أخبار أنه تم تحرير المخطوف، لكن يا أخواني إلى الآن ما شفنا أي صورة لهم ولا سمعنا أي صوت. إحنا كأهالي مخطوفين، ماكو أي جهة سياسية اتصلت أو حكومية اتصلت وبلغت أنه تم تحرير المخطوفين. لو كان محرريهم كان يعني ليش هالتكتيم الإعلام عليه؟ لذلك يا أخواني إلى الآن ماكو أي خبر يعني وردنا عن المخطوفين، لم ولن يتصل بنا أي شخص يعني من قبل أي جهة. نعم، هذا مقطع فيديو ابن عم واحد من المخطوفين ينفي يعني تلقي اتصال أو خبر مؤكد عن تحرير أبنائهم المختطفين. نسأل الله أن يفرج عنهم، عن هؤلاء الأبرياء من المدنيين. معنا اتصال أبو علي من الكوت، تفضل أبو علي. السلام عليكم. عين شلون؟ وعليكم السلام ورحمة الله. حقيقة بنتحدث عن موضوع الصحة. نعم. أخي الكريم، مثل ما قال أحد المتصلين أنه لا، هناك لا توجد دولة، هي توجد فقط سلطة. الدولة معناها يعني العام أنه هي تقوم بخدمات للمواطنين. الآن انطيني أي قطاع موجود في العراق ينطي خدمات للمواطنين. مجرد أنه السبب ذلك أخي الكريم أنه كل الأشخاص، أنا ما أقول كلهم بس أصحاب السلطة في الوزارات، هم مو أهل كفاءة. يعني لأن هو أساسا ما مؤهل يقوم بإعطاء خدمات للمواطنين. أهم قطاع موجود أو قطاعين هنا موجودات، الصحة والتعليم. الصحة مثل ما يعني الأخ يعني يطلع يعني حتى لو كان هذا الوباء متفشي المفروض ما يعلن، يعني تتم هناك وقاية حتى يتم السيطرة على هذا المرض، بعد ذلك يتم تحذير المواطنين. يعني معروفة أنه المريض يعني تقوم بعلاجة نفسيا، بعد ذلك تقوم بعلاج بإعطاء الأدوية والعقاقير. فالأخ يعني مسؤول بوزارة الصحة أعطى المرض ويقول ما عندنا شيء، ما له علاج بعد أيسو. يعني اللي حتى اللي ما عنده شيء لو يصير يعني حشاكم أنتم إسهال، هذا بعد أنت تموت. التعليم مثل ما يعني الآن موجود، يعني أسئلة وزارية تتسرب، شلون تتسرب ما عاد، يعني الخلل بوزير التربية وكلاء وزارة التربية، مديرين المديريات العامة. يعني احنا ما نريد نقارن، خاف يقولون انه الرافدين والله قارن. ابو علي، بما انه انت فتحت موضوع التربية والتعليم، يعني مادة اسلامية تم تسريب الاسئلة مالتها، اذا مادة الاسلامية يتم الغش بها ومعروف بانها من ابسط المواد، زين بالرياضيات شو يسوون جماعة، بالكيمياء بالفيزياء؟ اريد بالله رأيك بهذا الموضوع. والله اخي الكريم مدام وصلت، يعني راح اقول لك طرفه. عندي اخوي مره رسب بالاسلاميه. نعم. فقال لاخوي الصغير، قال بالاسلاميه الله اكبر راتبك، انت يهودي، اذا بالاسلاميه نغش، بالاسلاميه نغش، هذا دليل انه التعليم صفر. نعم. ماكو تعليم بالعراق. المدرس يجي يقول لك كلمتين، يهاوش لك عن طالب ويطلع. واذا اكو مدرسين، طبعا اكو مدرسين نعتز بيهم ونقدرهم، ينطون التعليم حقه. الطالب ما مؤهل انه ياخذ التعليم. الطالب من يشوف اكو طلاب ثانيين بالرياضيات بالفيزياء بالكيمياء، اكو دروس خصوصيه، مدرس ما ينطي الماده بشكل طبيعي بالمحاضره. بس احنا اخي الكريم يعني نقول انه اذا شلون تتسرب اسئله وزاريه. انا قلت انه ما اريد انه الرافدين تعتبر مقارنه بين نظام صدام ونظام الديمقراطي الجديد. طيب كان نظام صدام مضبوط الأسئلة، يعني اللجنة اللي خلت الأسئلة لجنة، شلون تسربت؟ يعني خلي يقنعني وزير التربية يقول لي شلون تسربت الأسئلة، شنو تسبب يعني التسريب؟ نعم. وأسئلة التربية الإسلامية يمكن يعني أول مادة أو ثاني مادة. نعم. طيب يعني هل هذا معقول؟ هل هناك ضبط وانضباط موجود في الوزارات؟ هل هناك وزارة تعمل؟ هذا مع يعني كارثة أن تتسرب الأسئلة. الآن يقولون في الدول العالم، الدول العربية المجاورة لنا، انه يوقفون الانترنت حتى من تعطى الاسئله بعد ساعه ما تتسرب. احنا تسربت قبل يوم، تسربت قبل يومين، يعني كان اكو واحد من اعضاء اللجنه جاب الاسئله خلاها بالانترنت ووزعها. هل هناك فتحت مجالس تحقيقيه بهذا الامر؟
أكيد لا، وحتى لو فتحت يطلع له يا ابن وزير. نعم. لا واحد لا، هذه الحادثة مو الأولى، هاي مو أول مرة. ليش تتكرر؟ نعم. ليش هو السبب هذا؟ ليش؟ إحنا سؤالنا مو أنه ليش شربت الأسئلة، لكن ليش كم إلى موجودة؟ يعني شو الوزير شو يسوي؟ يعني عنده سنة ما خلى علاج هذه الظاهرة؟ يعني إحنا موجودين عاد إحنا في، لو تنعطى الأسئلة للوزير ويخليها بال يعني موبايله، والصبح يوزعها بالواتساب للمدراء التربيه، مدراء التربيه همينا بالواتساب يوزعونها هم طبعت الاسئله وانتهت، وبالايميل. احنا موجودين بعصر السرعه. نعم. ما كان بهذاك العصر الموزين اللي كان به القمع وغيرها، ما كان به انترنت ولا كان به ايميل، كانت كل شيء مضبوط. ليش مضبوط؟ نعم. احنا ما نريد نقارن، بس نريد نقول احنا الان في 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 في, في, في حقبه من الزمن كل شيء متطور. ليش احنا العراقيين دائما ما متطورين؟ نعم. شنو السبب؟ ما يعني شنو ناقصنا؟ ما يعني ناقصنا اساتذه ودكاتره ما شاء الله. روح لاوروبا اخي الكريم. نعم. روح لاوروبا شوف اساتذه الجامعات، مدراء مستشفيات. يعني لو اقول لك قصه على مدير مستشفى في امريكا، والله اخي يعني رجل بطل ورجع لامريكا. نعم. غادي يسوي مستشفى خاص وعام ومجاني للعراقي، قال بدل لا يروح لايران ولا وين بالكويت أفتح. لا في، هو انا اعرفه التقيت به في لندن. نعم. وقال لي هو طبعا يعمل عمليات كبرى لرؤساء دول، وراني صور مع رؤساء. نعم. دول. وقال رحت يخدم بلدي لان اكو ديمقراطيه جديده اجتنا مسلفنا، فيقول رحت للسماوه، طبعا هو من اهل السماوه. نعم. قال قابلت مدير البلديه اللي كان اريد قطعه ارض اريد ابني مستشفى للقلب، وراح افتح اقسام به. ليش العراقيين يروحون للهند والايران ويخسرون الفلوس؟ نعم. وانا اجيب الاطباء واجهزه من عندي. قال ما عندنا مشكله، بس جيب لنا موافقه وزاره الصحه. يقول شهر وانا من واحد الواحد، واخر شيء مدير مكتب الوزير يقول لي شقت الطين. مدير مكتب الوزير يقول لي شقت الطيني. الطيني. قال اخي ليش اطيك؟ انا اريد ابني مستشفى، يعني اخدم بلد، انتم ما تبنون، انا ابني بس انطوني قطعه قاع وانا ابني لكم ومعدات من عندي. يعني راح يكلفني المشروع 16 مليون دولار راح يكلفني. قال لي من 16 شوف ايش قد تعطيني. قال ليش انطيك؟ انت مو هذا مو وزير. وزير مو ياخذ اكثر من راتب اعلى دكتور بالعراق. نعم. يقول شنو خلاص قال بلد وصلت ايش قد تعطيني؟ على اكيد راح الوزاره تجي تستولي على المستشفى وتاخذه وتخلي العمليات بفلوس. فخلوا ورجع الرجال. نعم والله يعني نسمع أشياء محزنة صراحة مع الأسف. أبو علي من الكوت، أنا أشكرك أبو علي. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. أبو حسن الله يبارك أخوي عمر. الله يسلمك هاني، الله يخليك، تفضل. الله يبارك فيك عمر. أخي هاي كل الأمراض كلها يمكن يعني أنا مع اعتقاد سيطر عليها، بس المرض الأكبر هي حكومة الزبالة. نعم. يعني هم دولة سرطان الأكبر بالعراق. يعني ممكن تجيب دواء من أي دولة تري وتعالج وترتب الأمور مال بلدك، بس هم دولة هم السرطان الأكبر. هو الشعب العراقي هو ساكت، يعني ما بياكل مجال، يعني هو رضا وراح نسبة، يعني أقول لك 10% راحوا انتخابات، وهم رايدين هو الشعب هذا إذا ما يتحرك يظل نايم فما تصير له شارة. فهنيئا الامريكان دول السفله اللي جابوا لنا الديمقراطيه، هاي جابوا لنا اياها ديمقراطيه، في الامراض والوباء والقتل والارهاب والطائفيه والاشياء اللي ما كنا سامعين بها قبل. نعم. ابو حسن عندك شيء تضيفه ابو حسن؟ ابو حسن نعم عندك شيء تضيفه؟ والله بدأ أسمع جيد بالله. ماشي أبو حسن، أنا أشكرك. نقرأ رسالة واتساب، يقول في رسالة: إحنا مهجرين من محافظة الموصل، صار لنا 5 سنين مهجرين بسبب البشمرقة، أخذوا قريتنا من ربيعة. يقول رسالة أخرى: السلام عليكم أخي، هذه حكومة مو عراقية ولا تنتمي إلى الشعب العراقي، وهدفها تدمير العراق وإذلال شعبه وإهانته، هي حكومة احتلال إيراني.
رسالة أخرى من أبو عارف من بابل يقول: ماذا ينتظر الشعب العراقي بعد كل ما جرى ويجري له من هذه الحكومة وبرلمانيها الفاسدين؟ فهم فاشلون سياسيا بعد أن أصبح العراق تحت الوصاية ومستلب السيادة اقتصاديا واقتصاديا وسياسيا مع كل الخيرات التي يتمتع بها العراق أمنيا، دمروا المدن فوق رؤوس أبنائهم ولم يكلفوا أنفسهم حتى الآن بإخراج الجثث، ونسمع كل يوم خطف وقتل وتفجير تعليميا. أسئلة الانتخابات تسرب ويعاقب الكل بجريمة فرد، واليوم صحيا فلا رعاية طبية وانتشار للأمراض والأوبئة، ويخرج لنا معمم يقول: لا بلد مثل العراق وصدق، لكن بعكس ما يروج له هذا المعمم. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ولو الفترة قصيرة بس راح ألخصها. نعم. بسطرين فقط. أستاذ، إحنا قوة الدولة وشخصيتها ترجع إلى قوة الحكومة وشخصيتها. نعم. إذا إحنا من جاء 2003 إلى الآن ما عندنا شخصية للحكومة ولا أكو شخصية لسيادة العراق ولا لشعب العراق، لأن الحكومة مالتنا هي شخصيتها ضعيفة جدا. نعم. حتى إنه من جوي خلى وزارة الهجرة والمهجرين، سابقا ما كانت موجودة هذه الوزارة، يعني كانوا مخططين إنه يقومون بعملية إبادة للشعب العراقي وتهجير المواطنين العراقيين، فهجروا واللي صار ما صار. تبقى الجنوب خلوهم مع الحشد الشعبي، وقتلوا عدد كبير من الحشد، وأعتقد إنه لكل بيت في الجنوب هو أكو شهيد أو شهيدين. الجندي الأمريكي دي يتفلسف بالعراقي ويقول له: أنت شنو أنا جاي أدافع عنك؟ أنت لو تصير قوي وتدافع عن بلدك، يعني دي يقول لك أنت دافع عن بلدك، أنت ما عندك شخصية. فهاي الشغلات الوزارات أستاذ، إحنا طبعاً إحنا قاعدين الوزارات، أنا أعتقد إنه بدول العالم كل الوزراء كل المفتشين وكل على كل نطاق الوزارات يطلعون حالات تفقدية إلى شعوبهم، وشنو الشغلات اللي يحتاجها، شنو الموارد المائية، شنو الوسائل اللي تقوم على توفير الماء. إحنا بالعراق كل رئيس مرتفع عالي قطعوه، حتى النخل قطعوها. نعم. يعني هاي النخلة اللي تعب عليها الفلاح مئات السنين. نعم. يدون رأسا يقومون بعملية قطعها. الأمراض منتشرة طبعا، الأمراض منتشرة، يعني ليش ما تنتشر؟ لأن ماكو اهتمام. نعم. بعدين عندنا احنا جهل في الشعب العراقي، احنا شعب غير مثقف، ما نعرف شو نسوي. نعم. احنا الحل بيدينا، يعني عذر على المقاطعة، الحل بيدينا. بقول انه لازم يعرف الشعب العراقي. وقت البرنامج ام عبد الله من بغداد كانت معنا، شكرا جزيلا لك. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، التي ركزنا فيها على موضوع مرض الحمى النزيفيه الذي الان بدا في مدينه الديوانيه. نسال الله السلامه لجميع المواطنين من هذا المرض ومن جميع الامراض والاوباء. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء باذن الله.